اللهم إنا نسألك أن تفرج الكرب والهم والغم عن أمة حبيبك المصطفى. اللهم إن هذا الوباء وهذا الفيروس من حولنا ومن أمامنا ومن فوقنا ومن تحتنا، فلا كاشف له إلا أنت، فاكشف الهم عنا، واكشف الغلاء عنا، واكشف الأمراض عنا، واشنا واشي مرضانا، وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم إنا نسألك يا الله يا ذا الجلال والإكرام أن تؤمننا مما نخاف، وأن تأخذ بأيدينا إليك، فأنت حسبنا ونعم الوكيل. ثم الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مرحبا بكم أيها الأحبة في روضة من رياض الجنة. أين أنت الآن؟ في الجنة، قولا واحدا لا تفصيل فيه أبدا، لأن القائل هو النبي محمد. صليتم على رسول الله؟ قال رسول الله، صليت على رسول الله؟ إذا مررتم برياض، عم الشيخ رياضي أصحب قعنا فين؟ هل هناك كلام بعد كلام رسول الله؟ أي والله، نحن الآن في الجنة. أزيدك على ذلك في حديثنا الذي في مطلع كل محاضرة نتكلم ونقول: روى الإمام مسلم أن النبي محمد قال صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت ها من بيوت الله ها يا أحبابي يتلون كتابه ويتدارسونه فيما بينهم إلا ونزلت عليهم ها السكينة، الاطمئنان، السعادة، عدم الخوف، لا من الكورونا ولا من المكرونة. صليتم على رسول الله؟ لا تخاف. صليتم على رسول الله؟ إن الأمر بيد من؟ وما عرفنا الخير إلا من عند من؟ خلاص. وربك يخلق ما يشاء، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بمقدار. صح والغلط؟ وكل شيء عنده. يا سلام، صليتم على سيدنا رسول الله؟ نعم إخوتي. إلا ونزلت عليهم السكينة، غشتهم الرحمة، حفتهم الملائكة، ذكرهم الله في من عنده. ده كل ده يا باشا عشان تسمع، عشان تسمع. أسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. من دولة؟ دول الكبار، دول أصحاب الهمم العالية، دول أصحاب المقامات الكبيرة. قال عنهم الملك: أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اجعلنا منهم.